ساكي نشوف بلي انا 443 يوم وانا كنت في الحبس والناس تاكل في البقلاوه وفي الحريره ويديروا جاب برك في فيسبوك، ورانا نشوفوا بلي خونا حكيم دبازي مات في الحبس ومازال الناس تاكل في البقلاوه والحريره وبعلى بلاش كاع. على بالكم بلي صافي مال، يعني نورمالمون كي ما طاونيش الدواء انا ثاني كي زغماتي البدرو تاع زغماتي ما طاونيش الدواء 52 يوم، يعني بعد موت يعني كنت مت ما ديروا والو، ما على بالكمش كاع. ايماجيني كون بوندون 52 جور البدعو تاع زغماتي مع المدير تاع حبس خليعه ما طانيش الدواء تاع لابروستات، كونسير تاع لابروستات، ومن بعد دار لي تحويل غير قانوني في الحبس تاع لابيض سيدي الشيخ في الصحراء 750 كيلومتر على دزاير العاصمه، والمستشفى القريب 125 كيلو، كنت مت يعني انتوما فعلا ما ديروا والو. مي فوزيت كوا كوم بوبل؟ مي واش تكونوا انتوما يا الشعب الجزائري؟ انا ضحيت حياتي كامله، فاميلتي، مرتي، وليدي، مؤسسه تاع الشركه تاعي، صحتي. باه اليوم نشوف كي صرات المشكل تاع حاكم دبازي، راكم تاكلوا نورمال الحريره، الشوربه، الزلابيه، البقلاوه نورمال، يعني كنت ما ديروا كيف كيف. عيب عليكم، عيب، على بالكم جمال، راني نادم، على بالكم بلي راني نادم ونقولها لكم في هذا الشهر رمضان الكريم، راني نادم بلي ضحيت مرتي، وليدي، صحتي، شريكتي، عائلتي. باه انتوما تاكلوا الحريره والزلابيه والشوربه وجزائري مات في الحبس وراكم راكدين. مي فو مو ديغوتي، راني كاره منكم كاع كيما راكم، وحاشا اللي ما يسهلش. فو مو ديغوتي، تعرف شو ديغوتي؟ ونشوف مافيا تاع بيبال تحلفوا بالتحا وراي مخبيه في بلاد استعمار وراي